السلام عليكم، انا من ولايه سيدي بلعباس، منظم حفلات سبيساليتي اعراس. نوجه رساله على الجزائريين، لكم رمضان مبارك وتم بالصحه ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير، ربي يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. بغيت نستغل هذه الفرصه باش نوصل الميساج للكوليك تاعنا كاع عبر التراب الوطني 58 ولايه. نطلب منكم بس في هذا الشهر ان شاء الله، كما احنا ما راناش نخدموا دوكا شهر تاع رمضان مريحين، صح احنا كاع مريحين، ماذا بينا وكان تبادروا في تعاونوا جمعيات راهم يديروا تعابير سبيل، كما انا راني معاون ناسنا بالعباس الغاولي قالت عندنا عابير سبيل مائلة رمضان، نعاونوهم نعطيهم كراسي طوابل لي شابيتو خيم اواني مواعين ثاني، صراحه غير محطوطين وحنا ما نخدموش، من بعد ما يبادروا فيها، وما ملي عنده جنازه ثاني، اي جنازه تجي على غفله، بنادم ماذا به دوك الناس تعلم جنازه تعاونهم، باسكو تجي حاجه على غفله، ثم ماذا بينا نعاونوهم ان شاء الله في الخير. وانت اي واحدين يعني كما قلت لي يتصلوا بك يجون عندك؟ راني داير الرقم تاعي في صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اي واحد يحتاج جنازه ولا حاجه ولا يبغي يدير افطار هكا تاع مساكين ولا حاجه ولا يتصل بيا، راني هنا انا والليكيب كاع ان شاء الله نديروا اللي نقدروا عليه. بارك الله فيك، شكرا.